يا مو أنا جاي لعندك قال لك طبي أغراضك لأنه ما عاد لك قاعدة بهذا البيت. ليش شو صاير؟ في الخير ما صاير شيء. بدي إياك تجي تسكني معي أنا ومرتي وأولادي. لا تقبرني أنا ما بحب تقل على حدا. شو أنت رايحة عند حدا غريب؟ أنت رايحة لعند ابنك. بعرف بس ما بحب تقل على حدا. يا مو أنا ما أنا جاي آخذ وأعطي معك، أنا جاي أخبرك إنه بكرة الصبح بتكوني مجهزة أغراضك. من وش الضو بيجي بعتك لعنا. يلا تصبح على خير. بخير. لا والله ما بقبل انه امك تعيش ببيتي. اول شيء هذا البيت بيتي مو بيتك. بالله شو وانا مرتك وام ولادك وبحق لي اني ما اعيش مع وحده بعرفها جاي تخرب لي عيشتي. امي بتحبني وبتحب ولادي وحتى انت بتعتبرك مثل بنتها وبحياتها ما زعلتك بكلمه. والله حبيبي أنا ما بقول لك على المشاكل اللي بتصير بيني وبينها بس مشان ما تزعل منها وهذا الشيء ما بيعني إنه هي منيحة. والله إذا أمي عاملة كل مشاكل الدنيا أكيد ما راح أتركها تعيش لحالها. طيب استكري لبيت جنبنا وهيك يعني بتصير بتشوفها. أمي بدها تعيش معي بالبيت هون معززة مكرمة وعلى كفوف الراحات واللي ما عجبه الباب بفوت جمال. عم تقلعني من بيتي؟ ايه لانك زودتيها كثير وانت بتعرفي انه امي عندي اياها فوق كل شيء بالدنيا وما ضل لها غيري. بعرف بس هن كلمتين ما في غيرهم. اذا حابه تضلي هون عندي هلا بتروحي بتجهزي لغرفتها. امرك. انا رح اغير ثيابي وروح جيبها لبين ما نصل بتكونوا مجهزين الغرفه ومجهزين لغدا مدلل. ايه تكرم. أنا بورجيكم. تعبي قلبي يا ستي. الله يرضى عليك يا تيتا إلهي. من لما اجيتي لعنا بلش الورد يتفتح بالبيت كله. لك أنت الورد كله. لك هاي 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 شو عم تعملي أنت وياها؟ عم نص زريعة. عم تسول زريعة؟ هاي موسى يا حبيبتي هاي تبذير ماي. ما تواخذيني يا بنتي بس أنا لأنه بس لا تقلي لي بنتي لانه انا الكلمه ما بحبها بنوبها لانه هيك بحسها كذب كذب كلها كذب. يا ما ايش عم تحكي مع ستي؟ سدي حالك وليك فوتي على المطبخ كملي شغلك. لك بنتي الله يرضى عليكي ما الحق عليها الحق علي انا. بعرف حبيبتي انه الحق عليكي لانه انت من الاول ما كان لازم تجي لعندي على البيت لانه انا بعرف شو غايتك بعرفها منيح. وشو غايتي بالله؟ شو غايتك؟ غايتك انك تخربي لي بيتي وتتمرقحي بهذا البيت. بعدين بدي اقول لك شغله لا تجي لعندي كنتي لانه انا عقلي ما بيطبع على عقلي ما بيطبع على عقلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو هالحكي هاد؟ انا بدي اعمل هيك شيء؟ كيف صدقتك والله؟ صدقتي ولا ما صدقتي؟ انا مالي خاطر بجاي لهون ابني هو اللي طلب مني. وطبعا انت اجتك الشغله على ايديها ورجليها. يعني بس بدي اقول لك شغله يلي بدك اياه ما راح يصير ما راح يصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا بنتي أنا ما بدي غير تكوني أنت وجوزك ولادك مبسوطين. اسمعيني هلأ ما بتطلعي من أوضتك لحتى تاخدي الإذن. شنو أنا ما بحب حدا يجي أجيلي بأرض الديار؟ ها يلا استغفر الله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا سموا بسم الله. وين أمي؟ بأوضتها. يا أبي وين أبي؟ حاضر يا أبي. اسمع ابن عمي طول ما أمك موجودة بهذا البيت أنا ما رح أرتاح وخاصة بعدين اللي عملت أمي. ليش شو عملت؟ عيطت علي وشرشحتني ومسحت فيني الأراضي رايحة جاي ولسه بتكسر لك راسك وما بتفتح دمك بكلمة. فهمتي ولا لا؟ فهمت. طيب يلا بلش. قومي جيبي كرسي لك. ايوه تحركي. يلا حاضر. ايه
أمي أنا مو هينة علي باللي عم تعمله مع مرتك، ما بيصير تضايقها كرمالي أنا، بتتضايق مني. مزبوط يا أمو، أنا كمان مو راضية، كان لازم أبعتها لبيت أهلها. اصحك والله العظيم بزعل منك. ها يا أمو، سناء كتير عم توجع لي راسي وما عاد أدرى أتحملها. أبي أنا مسامحتها وأنت كمان لازم تسامحها. خلص أمي، بعدين بنحكي بهي القصة. لا هلأ بدنا نخلص من المشكلة، وإلا أنا بحمل حالي بضب أغراضي وبروح على البيت. علي الطلاق ما تطلع من هون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أمي أنا ما بدي يجيك وجع راس من وراي، خليني أروح على بيتي. أمي أنت مالك طلع من هون، طول ما أنا موجود أنت عايشة معي. الله يرضى عليك يا ابني. يا أبي يا أبي، إنه واحد ما بعرف شو صار فيها. اي حكيم طمني، حرمتك صاير معها حمى نادرة، ان شاء الله إلى حل. هي ما لها دواء غير بطرابلس، ما في غيره واحد بس، هو طبيب عربي اللي بيركب هذا الدواء، معروف من العراق للمغرب. ايوه طب هذا شلون نجيبه؟ بدك تطلع على طرابلس، بس مو هون المشكلة. وين المشكلة لك؟ المشكلة بحقه. ليش قد ايه حقه؟ والله غالي، فوق العشر ليرات ذهب. عشرة؟ هذا غير مصروف السفر، إن شاء الله عليها العافية، خدنا طريق. شرف حكيم شرف. يلا يلا يلا. يا مو خالد، تقبرني أنا سمعت كل شيء. منين بتجيب 10 ليرات لك أمي؟ منين؟ صلي على النبي، الله ما بينسى حدا. خذ تقبرني هي بتعينك. الله يرضى عليك يا رب. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. الحمد لله اللي رجعت من طرابلس بالوقت المناسب. بتعرف لو متأخر شوي كانت راحت حرمتك من بين إيدينا. لا سمح الله. هلا اللي بدي إياه منك تريحوها وتغذوها منيح، وإن شاء الله بجمعة زمان بترجع مثل ما كانت وأحسن. بإذن الله، كتر خيرك حكيم. يلا سلام عليكم. خدنا طريق. يلا 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 يا رب. أمي هي اللي دارت بالها على البيت ودارت بالها على الأولاد طول فترة موتك، كمان هي كتر خيرها، هي اللي أمنت المصاري لحتى جبت لك الدواء من طرابلس. مشان الله سامحيني يا مرت عمي، مشان الله سامحيني، والله أنا غلط بحقك كتير. الله يسامح الدنيا وآخرة أبري، بعدين ما في حدا ما بيغلط، المهم رجعتي لنا بالسلام لبيتك ولاولادك. الله يديمك فوق راسنا، الله يديمك فوق راسنا يا رب ويخلينا اياك. ان شاء الله سامحيني مرت عمي، ان شاء الله سامحيني. صلي على النبي صلي على النبي، مو بيناتنا حبيبتي. ان شاء الله سامحني ابن عمي، والله انا غلطت كثير وبعدك ما بقى عيد. المهم هلا انت بالسلامه. اي والله والله لشيلك فوق راسي كل العمل ومساوي لكم هيك غداء طيب ما بدنا غير سلامتك وتعدي جنبك بالله.